درت اخر لحظه قصيده تحت عنوان صرخه شهيد. تحيه خالده من تازه الى غزه الصامده، تحيه الاخوه شبيبه عبد الاحسان، تحيه قناه نضال الاتحاد الاشتراكي، تحيه الايون، تحيه الصومه، تحيه كل صرخة شهيد. أعتذر على التأخر البسيط، حنا مولفين بعضياتنا، هادي ما كنتظر. أرخص أرخص بداعة في المغرب هو الإنسان. صرخة شهيد. لم يقتلني الرصاص يا أبي، قتلني الصمت العربي. ما زلت صبيا، ما ذنبي يا أبي؟ لم يقتلني الرصاص يا أبي، قتلني الصمت العربي. ما زلت صبيا، ما ذنبي يا أبي؟ قصفوا الدمية بالمدفع وقالوا لأبي اركع. قصف قتل الأم والطفل يردع. تألم الطفل بقلب ووجع. انهد يا أمي، انهد يا أمي أخي قد شبع. انهدي ماذا وقع؟ هونا عليك يا ولدي، أمي ذهبت ولن ترجع. قتلوها وأرادوا من أبي أن يركع. أبدا أبي لن يخدع. صهيون الجبار، جيش التتار، خربوا الديار، قصفوا الأشجار، جرفوا الأشجار، وبالدم صبغوا الجدار. أينكم يا حكام الخديرة والعار؟ ما تجيدون مؤتمر، قمة، ووثيقة استنكار. بعتم الشرف وبعتم القضية بالدولار. طفل وحيد يحمل الحجارة، وجيش صهيون يقصف الديار. حولوا المدرسة إلى مقبرة، والساحة إلى مجزرة. انتظروني أنا قادم، أنا الجرح العربي، أنا الغضب العربي، أنا البركان على الشرارة. اختبئوا، اختبئوا في المناجم، فأنا عربي مسلم حر لن أختبئ. زغردي يا أمي، زغردي يا أمي، واحملي الشارة. فالفجر آتي، فالفجر آتي يحمل انتصارة. أنا الفتاة الفلسطينية، أنا الفتاة الفلسطينية أسيرة القضية. مزقوا كل دفاتر المدرسية واقتادوني علانية. قتلوا الجدة في صلاتها، قتلوا الأخت وهي عروسة، وبقيت وفية أحمل في يدي ملف القضية وعلى كتفي البندقية. حتى النصر، الشهادة أو الحرية، الشهادة أو الحرية، الشهادة أو الحرية. مجددا شكرا لجزار القضية، تحية نضالية عالية نزف إليه من هذا الحفل الكريم. وفي جو اختتام هذا الحفل نشكر الجمهور الكريم والحضور الكريم أن لبى الدعوة وحضر لنصرة فلسطين، فتحية ومشكورين على خطواتكم المباركة. ونبقى الآن مع كلمة ختامية عن الدائرة السياسية لجماعة عبد الإحسان. ولا ننسى حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في الكتابة المحلية، وكذلك الكتابة المحلية لشبيبة الاتحاد الاشتراكي على استضافتهم لهذا الحفل وعلى احتضانهم لهذا الحفل، فمجددا نشكرهم كثيرا. وكذلك لا ننساهم من دعائنا ومن تشجيعاتنا. ونبقى مع كلمة ختامية مع الأستاذ يوسف معطلة، فليتفضل. مشكور.